هي كاوتشة معجون العربيات، بص من ميزاتها ان لو حتى نسيت عليها المعجونة، بص مجرد ما تشيلها كده بس تتشال معاك بسهولة، عاملة زي الجبس بتوع مبيدين المحرك كده لما بيجي يعملوا على الكاوتشة او الكلام ده، بص بتشال بسهولة ازاي، وهي بتنضف بسهولة حتى لو عليها اي كمية زي ما احنا شوفنا اهو. طبعا ده معجون ستوك عربيات، لما بيجي اول ما بيجي يبدأ ينشف دي بيكون سخنة جدا على فكرة، عشان بيكون واخدة المصلب بتاعها معجون قاسي. كان في فيديو شارحين فيه انواع معجون العربيات، الفايبر الاسود بص قاسي ازاي ناشف، في معجون مرن بقى بتاع الاكسرومات بيكون طري عندك ده، بص قاسي ازاي، هتلاقوه في التعليم المثبت ان شاء الله. صباح الفل.